المركز الرابع، هناك يتقدم على رابع المراكز في هذا التحدي وفي هذا الانطلاقات. هناك من تأتي بتحدياتها، هناك خوفة وسعيد بن منانة بن غطير الاكتبي الذي تقدم في هذه اللحظات لياتي يبغي يسجل اسمه بحرف من ذهب في هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن. نقلتنا إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، خامس المراكز زعزعة حمد بن نابت بن خيلة العامري. والمركز السادس، من يتقدم على سادس المراكز من حاف؟ حزام بن راشد بن زيد بن ديلة الذي يتقدم على سادس المراكز. وسابعا تاتي هناك هملولة واحمد بن سعيد بن بخيت الراشدي. ثامنا من يتقدم في هذه اللحظات بالرقم ثمانية وهي مثيرة، محمد بن عبد الله بالطير العامري. وتاسعا وصلت الجزيرة، تقدمت الجزيرة لتاتي في هذا التحدي سعد بن عبد الله بن مسفر المري الذي بدأ بالمرور، بدأ بالتقدم، ولكن المركز العاشر الشاحنية واحمد بن محمد بن راشد الظاهر الذي بدأ بالظهور وبدأ بالانطلاق، بدأ بالتحدي مع العشر المراكز الأولى المتقدمة. ولكن لا بد من العودة، لا بد من العودة إلى المراكز المتقدمة، إلى الصفوف المتصدرة، إلى الأسماء الرنانة، إلى الشعارات القوية، إلى الشايبة التي بدأت بشعار الرفادة، بدأت بشعار سعد بن سعيد بن سعد الرفاد المري الذي تقدم بالماضي المشرف وآتى بالحاضر الجميل لياتي مع الشايبة التي ما زالت في ريعان شبابها، ما زالت بالمركز الأول. ولكن خوفه، والخوف من خوفه مع شعار سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. ركز يا أبو علي ركز، بدأت الحركة من الخطوط المتقدمة أخيرة، بدأ الطيران، بدأ التحليق، بدأ التميز، بدأت من حاف حزام بن راشد بن زيد أنديلة الذي تحرك في هذه اللحظات على المركز الثاني، المركز الرابع. بدأت مثيرة بالإثارة والتميز لياتي محمد بن عبد الله بالطير العامري. ولكن الاسم الذي تسلل هناك زعزعة حمد بن نابت بن خيلة العامري الذي تسلل في هذه اللحظات وتقدم في هذا التقدم في هذا الانطلاق. هناك في هذه اللحظات المركز الثاني من حاف وحزام بن راشد بن زيد بن ديلة. المركز الثالث هناك مثيرة، ورابعا تتقدم ممدوحة لافي بن حبيب بن فرج الحسيني الذي بدأ على المركز الرابع وتقدم بأول نداء، وتقدم أيضا تقدمت شمة بهذه اللحظات. وعد شايع بن حمد بن ركا العامري الذي بدأ وانطلق، ولكن من حاف بالمركز الأول، بالصدارة، بالمقدمة، بالريادة والقيادة. حزام بن راشد بن ديلة الذي بدأ بالحركة والانطلاق يتقدم بهذه الأسماء القوية والرنانة. ولكن المركز الثاني، ولكن مثيرة، محمد بن عبد الله بالطير العامري، وتحرك حرك شعار بالركاض مع وعد 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 وعد، والحر يوفي بالوعد. تقدم شايع بن حمد بالركاض العامري. واللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، اللحظات المثيرة، ولكن من حاف ما زالت تتراقص على بساط المركز الأول، ما زالت من حاف بشعار حزام بن راشد بن زيد بن محسن بن ديلة الذي بدأ بالانطلاق والطريق.
الطيران، بدا بالطيران امام المقصوره الرئيسيه، رجع للامتار الاخيره، رجع للامتار الاخيره، بدا بالحركه في هذه اللحظات، غزل محمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي في اللحظات الاخيره، اقتنصها بن مايد، اقتنصها الفيلسوف، رجع للامتار الاخيره، ارماح 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 تحتضن هذا الناموس، تهانينا والناموس المال غزل محمد بن احمد بن مايد الخيلي الذي اتى في اللحظات الاخيره واقتنص المركز الاول بكل قوه واستحقاق، بينما المركز الثاني من بدا بثاني المراكز، هناك من وصل على المركز الثامن هنا الثاني في هذه اللحظات، بدات هناك بالانطلاق مع شاهنية سعيد بن راشد بن سعيد الحميري، والمركز الثالث وصلت على ثالث المراكز من حاف حزام بن راشد بن زيد بن ديلة، والمركز الرابع فوصلت هناك بالتحدي مع مثيرة محمد بن عبد الله بالطير العامري، والمركز الخامس وصلت لمحة مبارك بن حمد بن محمد بن يطبع العامري. التوقيت الزمني 7:42 وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس لمالك غزل محمد بن احمد بن مايد الخيلي ابن الفيلسوف الذي اتى في اللحظات الاخيره، بينما المركز الثاني وصلت هناك 7:42 وأربعة أجزاء من الثانية ليكون حاملا رقم 42 هناك مع انطلاقة الشاهنية سعيد بن راشد بن سعيد الحميري، والمركز الثالث 7:42 وأربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المالك بن حافظ حزام بن راشد بن زيد بن محسن بن تيلة الذي أتى بالمركز الثالث.